صباح الخير واهلا بكم معنا وحلقه جديده من برنامج شباب على الهواء. بنرحب بكم معنا النهارده، والنهارده وزي كل يوم احنا بنقدم كل ما يهم الشباب دايما من خلال حلقاتنا. بنستضيف نماذج مشرقه ومشرفه من الشباب المصري، ودايما شبابنا عنده افكار جديده وافكار مختلفه وافكار مواكبه العصر، واحنا بنحرص دايما من خلال برنامجنا ان احنا نعرض مواهبهم المختلفه. مصر الحقيقه مليانه شباب زي الورد وزي الفل، واحنا من خلال برنامجنا بنستضيفهم. النهاردة احنا معنا برضو شباب زي الورد وزي الفل، عاملين مبادرة نادي العلوم لطلاب الجامعات والمدارس. المبادرة دي بتعمل أنشطة علمية وفنية وتطوعية، هنتعرف منهم أكتر على اللي بيعملوه من خلال حلقتنا النهاردة. وزي ما دايما بقول، مصر الحقيقة مليانة شباب زي الورد وزي الفل، شباب متميزة في جميع المجالات، موهوبين في جميع المجالات، واحنا بنحرص دايما من خلال برنامجنا ان احنا نعرض مواهبهم المختلفة وأفكارهم المختلفة. النهاردة معانا شباب من محافظات مختلفة عاملين مبادرة اسمها مبادرة نادي العلوم لطلاب الجامعات والمدارس. هنعرف من خلال حلقتنا النهاردة ايه المبادرة دي، بيعملوا ايه، هما بيعملوا أنشطة علمية وفنية وتطوعية، هنفهم منهم اكتر ايه هدف يعني المبادرة. وزي ما قلت هما من محافظات مختلفة، فهنتعرف عليهم. انا معايا النهاردة تقى سامي، عضو مبادرة نادي العلوم، ومعايا منار محمد، عضو مبادرة نادي العلوم. برحب بكم معايا النهارده. وتقع يعني اولا عرفيني بنفسك واديني كده فكره عن مبادرة نادي العلوم. اسمي تقع سامي محمد من محافظة المنوفية، فرقة تالتة كلية التربية النوعية جامعة المنوفية. اولا احنا اسمنا زي ما حضرتك قلتي نادي العلوم وطلاب الجامعات والمدارس، مش مقتصرين بس على علم معين، احنا في كل العلوم اساسنا الاساسي هو البحث العلمي، ازاي نخلي البحث العلمي موجود في كل المجالات ويكون حاجه لينا بعد كده. عندنا مثلا البحث العلمي في جميع المجالات زي ايه، في كل المجالات زي ايه مثلا المجالات؟ عندنا علم نفس او اي عبارات. اصلا البحث العلمي هو عباره عن ان انت قدامك مشكله معينه مش عارفه تحليها، فالبحث العلمي ده هو بيعمل لك ريسيرش او سيرش عليها ان انت تعرفي حلها بطريقه مش موجوده. اي تطور اي بلد من خلال البحث العلمي. بالظبط. احنا عندنا بقى في المؤسسه بتاعتنا احنا بنشجع الشباب طلاب الجامعات وطلاب المدارس كمان في اي فئه ان هم يهتموا بالبحث العلمي ده، وازاي يتعلموه وازاي يعملوا حاجه فيما فيهم لبعدين. في جميع المجالات. في جميع المجالات. في اي مجال. في اي مشكله عامه. في اي مشكله انت بطريق البحث العلمي. حاجات اساسيه حضرتك بتكوني عندك مشكله معينه عايزه تحددي المشكله ايه هي، ومن ثم بتطلعي بحث بيها المشكله الحاجات اللي هعملها بالظبط عشان توصلي لحل معين. المبادره دي مين اللي عملها؟ يعني احكي لي قصتها، مين اللي عملها، بقى لها قد ايه؟ المؤسس بتاعنا باشمهندس محمد الهلالي، كليه هندسه جامعه كفر الشيخ. المفروض المفروض ان هو المؤسس بتاعها، وانا من محافظه المنوفيه، عرفتها عن طريق الفيس. كانت اتاسست بقى لها قد ايه تعرفي؟ بقى لنا هو المفروض استاذ محمد هيكون معانا بعد شويه. السيزون الاول لينا لسه، بقى لنا من شهر 3 اللي فات. تمام. بالنسبه لك برضو عرفيني بيكي يا منار. انا منار محمد، الفرقه الثالثه كليه العلوم قسم الكيمياء محافظه كفر الشيخ. برضو يعني المبادره دي احكي لي عنها واحكي لي عن دورك انت ايه في المبادره. انا المبادره هي مبادره تسكاس، هي اختصار لخمس حروف، هي ساينس كلاب فور يونيفرسيتي اند سكول ستودنت. هو نادي بيضم طلاب الجامعات والمدارس من كل المحافظات المصريه، مش مقتصرين على محافظه كفر الشيخ بس، احنا المقر الرئيسي لنا هو محافظه كفر الشيخ. نبدا هدفنا من المبادره عموما ان احنا يكون عندنا جيل فاهم ايه اهميه البحث العلمي، ازاي يستخدم البحث العلمي ده عشان يحل اي مشكله بتقابله. كمان بنبدا نساعدهم ان هم ازاي يبداوا يسرشوا على بيبر معين او ريفيو، ويبداوا يقراوا يعرفوا يقراوا الريفيو ده او البيبر كويس. كمان ان احنا بنبدا نعلمهم ازاي ينفذوا المشاريع والابحاث اللي اشتغلوا عليها على ارض الواقع. بنقسمهم لتيمات، فده بيعلمهم يكون في روح تعاون ما بينهم، مشاركه، كيفيه القياده، ازاي يشتغلوا تحت ضغط، اي مشكله تقابلهم يلاقوا لها حل. عندنا جانب ترفيهي، واننا بنعمل مسابقات ورحلات علميه وترفيهيه.
تمام. انا عايزه اعرف بقى انتوا عملتوا انشطه كتير اكيد. في كورسات، بدانا كورسات سواء كورسات اسعافات اوليه خاصه بالميديكال فيلد، او كورسات تعلموا مثلا بيرسونال سكيلز، كوميونيكيشن سكيلز، كورسات برمجه. في انشطه برضو اللي احنا بنبدا البحث العلمي مقسم لاكثر من مرحله، فاحنا بنبدا معاهم مراحل لحد ما نختبرهم في المرحله مثلا الاولى. خلاص اجتازوا المرحله دي، بنبدا نشتغل على المرحله الثانيه. بنأهلهم في الآخر إن هم قدامهم أي بيبر أي ريفيو يبدأوا يشتغلوا عليه ويقدروا ينفذوا الفكرة ده على أرض الواقع. طيب أنتوا عملتوا فيلم من خلال، في فيلم أنتوا عاملينه؟ مش عارفة إذا كان في فيلم عنكم هنشوفه دلوقتي. تعالوا نشوف الفيلم ونرجع تاني. الألواح الشمسية تعتبر الألواح الشمسية واحدة من أحدث وأهم الحلول البديلة لإنتاج الطاقة، والتي أقامت ثورة كبيرة في مجال الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة، كما يرجح الكثيرون بأنها البديل الأول الذي سيلجأ إليه الإنسان للحصول على الطاقة الكهربائية بعد نفاد النفط والغاز الطبيعي. ويمكن لأي منزل الاعتماد على الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، وذلك عبر تركيب عددا كاف من الألواح الشمسية فوق سطح المنزل. كما يمكن الاستعانة بحقول الألواح الكهربائية التي تمتد على مساحات شاسعة لإمداد مدن كبيرة بالكهرباء الناتج من الطاقة الشمسية. يمكن تخزين هذه الطاقة في نوعيات خاصة من البطاريات واللجوء إليها في الأيام التي تغيب فيها أشعة الشمس. كيفية صنع الألواح الشمسية؟ تتكون الألواح الشمسية من شبيهات الموصلات الكهربائية، وعادة ما يستخدم السيليكون في تكوينها، ثم تصمم بعدة تصميمات، وتختلف هذه التصميمات باختلاف أماكن تواجد الألواح الشمسية المكونة لها. فبعض الألواح الشمسية تعتمد على تصميمات مخصصة لامتصاص أشعة الشمس الواصلة إلى سطح الأرض وغلافه الجوي، بينما يصمم البعض الآخر منها لامتصاص الأشعة. احنا رجعنا مرة تانية، وانضم إلينا في الاستوديو الأستاذ محمد الهلالي مؤسس مبادرة نادي العلوم. أستاذ محمد، طبعا يعني احنا شفنا دلوقتي فيلم وحضرتك شفته معانا. مظبوط. عشان بس الساده المشاهدين يفهموا، اشرح لنا ايه الفيلم اللي احنا شفناه. طيب احنا بنشتغل في المبادره بتاعتنا على اجزاء. طيب عشان احنا كنادي علوم فلازم نفهم الناس اللي معانا او المتابعين معانا ايه هي العلوم دي وبتشتغل ازاي. طيب الفيلم اللي اشتغل ده، في ناس كتير بتشوف الالواح الطاقه الشمسيه وهي حاجه في رينيبل انرجي، الطاقه المتجدده، بس ما سالوش نفسهم هي بتشتغل ازاي او طريقه عملها ازاي. فده احنا دورنا، ده ان احنا بنوفر لهم من معرفه الاجزاء دي بتشتغل ازاي. طيب احنا طبعا عملنا اكتر من حاجه، مش الالواح الطاقه الشمسيه او السولار، اشتغلنا على حاجات كتير، على فقره اسمها فقره هل تعلم. زي اديني امثله. طيب اشتغلنا برضو على تحليه مياه الشرب، ازاي بيتم تحليتها. اشتغلنا برضو على في الاجزاء اللي عارفه انت الفرن الميكرويف بيبقى الميكرويف. طب الميكرويف بيسخن الاكل ازاي، واشمعنى ما ينفعش يتحط فيه مثلا اللي هو الاطباق اللي عاكسها زي السلستين او خلافه، اشمعنى اطباق معينه. ده برضو شرحناه في فقره هل تعلم. احنا بنشتغل فقره هل تعلم ان حاجه دي بتشتغل ازاي، ولسه ان شاء الله جاي اكتر من كده في فقره هل تعلم. التقرير ده انتوا اللي عاملينه؟ مظبوط. مين اللي عامله التقرير ده؟ مجموعه من الشباب. احنا بنعمل مجموعه من الشباب او اللجنه بتاعتنا، احنا جوه نادي العلوم او سكاس. اولا احب اعرف لحضرتك الاول اختصار سكاس، اللي هو ساينس كلاب فور يونيفرستي اند سكول ستودنتس، اللي هو نادي العلوم لطلاب الجامعات والمدارس. فاحنا جوه نادي العلوم او المبادره بتاعتنا متقسمه لجان، ففي لجنه مختصه للحاجه ديت اللي هي لجنه اسمها تي ار. فاحنا بنقسم التاسكات على كل حد من اعضاء اللجنه، مثلا معانا حد من كليه علوم، معانا حد من كليه ثروه سمكيه، معانا حد من كليه علاج طبيعي، كل واحد بيشتغل في المجال بتاعه. يعني مثلا التقرير ده حد كان من كليه هندسه هو اللي عمل التقرير ده، حد تاني برضه من تحليه حد من كليه علوم، الميكرويف برضه كان حد من كليه علوم، هكذا مقسمين الاطوار على الاعضاء بتوعنا، كل حد يشتغل على حاجه معينه. فبيشتغل على المجال بتاعه وبيعمل التقرير ده، وبيدورنا احنا بنقدم على لجنه السوشيال ميديا. ده طبعا استاذ ضوء هيد لجنه السوشيال ميديا عندنا، هم اللي بيظبطوا الفيديوهات ديت وبينزلوها على الصفحه بتاعتنا.
بالظبط. لجنة السوشيال ميديا عندنا مهتمة كلها بحوار التصميمات اللي بتنزل على البيج بتاعتنا، الفيديوهات، أي إيفنت بيحصل أوفلاين أو أونلاين إحنا المسؤولين عليه، سواء التصوير، مونتاج، كتابة محتوى الكونتنت بتاعه وننزله على البيج بتاعتنا على الفيسبوك. أنتوا مجموعة كم شاب وشابة يعني كم واحد مشترك في المبادرة دي؟ إحنا حالياً أعدادنا وصل بالفعلي 35 متطوع عضو معانا في المؤسسة. من جميع المحافظات؟ من جميع المحافظات. وكل واحد ليه دور؟ كل واحد ليه دور. مظبوط. طب انت دورك ايه؟ انا عضو اتش ار، ببدا في عندنا لجان مقسمينها زي ما فيش مهندس ذكر، في لجنه تي ار دول اللي بيشتغلوا على التقارير والابحاث اللي بتتعمل، في لجنه سوشيال ميديا احنا اللي بنتابعهم وفي نفس الوقت بنشجعهم ان هم يحسنوا في مثلا التاسكات في حاجه او كده، نحسنهم ان هم يقدموا الافضل، بنشجعهم ان هم يقدموا الافضل ما عندهم. فاحنا دورنا ان احنا بنحفزهم، بنتابعهم، في حد مثلا عنده مشكله في حاجه او كده احنا بنكون معاهم. في اقبال عن المبادره؟ في اقبال شديد. لما بنعمل سيشن يعني العدد بيوصل 30 50 وفي زياده على الاقل السيشن بتاعنا. احنا حاليا برضو شغالين على حاجه، بنوفر احنا طبعا كمبادره بنوفر حاجات اساسيه للاعضاء بتوعنا، مش بنوفرها للناس اللي بره. طيب الناس اللي بره عشان ما عرفوش او في ناس ما قدروش يلحقوا الفورم بتاعنا، الفورم التسجيل، فبنوفر اماكن للناس المهتمه بالمجال بتاعنا. بنشتغل على سيشنات، يعني مثلا حاليا احنا شغالين على كورس دوره تدريبيه لتاهيل ازاي تعمل مبادره مجتمعيه، فحاليا احنا شغالين على الدوره ديت واستقبلنا ناس فعليا من بره، يعني معانا 5 زياده من بره الاعضاء بتوعنا وشغالين عليها حاليا. بدانا فيها بمحافظه كفر الشيخ داخل جامعه كفر الشيخ. طيب قول لي، يعني انا سامعه يعني شايفه مثلا الفيديو ده، انا في كاميرات، في مونتاج، في حاجات، يعني في تكلفه للي انتوا بتعملوه، التكلفه دي مين اللي بيقوم بيها؟ هو لحد دلوقتي حضرتك احنا حاولنا نجيب دعم، حاليا شغالين ان احنا نجيب دعم من احد الجهات، بس ما فيش حد لسه قام بالتكلفه دي. مين اللي قام بالتكلفه اللي فاتت في البدايه؟ انا عشان اسس المبادره واقوم بيها شايل الموضوع كله، بس لما دخل ناس جديدة معايا حبوا ان هم يشيلوا معايا، ان احنا نكون ايد واحدة نشيل بعض. فانتوا الشباب اللي عاملين القصة بالزبط. دي يعني طب فيديو زي اللي احنا شفناه بتصوروه ازاي؟ هو مش بنصوره، احنا بنجيب بس المشاهد اللي هو طبعا زي السولر والاجزاء بتاعتها بتبقى ما بتصوروش، يعني انتوا بتجيبوا مشاهد جاهزة بتبقى موجودة أصلا في بيبر. أوكي. إحنا البيبر اللي هو الورقة البحثية بيبقى موجود فيها الأجزاء التفاصيل دي كلها، فإحنا قبل ما نشرح الحاجة ديت لازم نجيب حاجة توضيحية للشرح بتاعها. فحضرتك سمعت كده برضو معانا حد فويس أوفر بيتكلم في الفيديو بيشرح كل حاجة والشرح موجود في الصورة. طب السوشيال ميديا دلوقتي ليها يعني قوة جبارة طبعا على الشباب وعلى الناس كلها، مفيش حد ما بيستخدمش السوشيال ميديا، ازاي بقى انتوا بتروجوا او بتعملوا ده يعني بتوعوا الناس او بتدوا المعلومات دي للناس من خلال السوشيال ميديا، بتعملوا ايه؟ احنا عندنا على البيج بتاعتنا بينزل زي فقره هل تعلم كده، بتبقى تقريبا اسبوعيه حاجه جديده الناس مش عارفينها ومعلومه مفيده بتنزل، التصميم بتاعها بيبدا من اول الفكره، باشمهندس محمد بيبلغني بيها، بنبدا بنصمم الصوره او الشكل اللي هيطلع على الـ على الـ على البيج بتاعتنا، بيكون ملفت بحيث ان هو ما يبقاش حاجه ممله الناس تزهق منها، وفي نفس الوقت الكونتنت اللي بيتكتب بيكون اللي هو ترند زي ما بنقول كده، اللي هو الناس تعرف تقراه وفي نفس الوقت تستفيد معلومه جديده. اي تصميم بيتعمل بقى بيبقى محتاج جرافيك ديزاين، بالظبط عندنا في اللجنه بتاعتنا في كذا جرافيك ديزاين معانا وشغالين على الحته دي، ان انت تروج للمبادره بتاعتك من خلال مثلا فكره هل تعلم، ازاي نعرفهم اللي جنب بتاعتنا، نعرفهم احنا مين، ده كله بيبقى عباره عن تصميمات بنبعتها او بننزلها على الصفحه بتاعتنا. طبعا بالاضافه لشغل السيشنات اللي احنا بنقدمه كل الحاجة احنا بنقدمها بننزلها على الصفحه بتاعتنا، بنوثقها دايما على الصفحه بتاعتنا. بالظبط. طيب ازاي بتقيموا اللي انتوا بتعملوه نجح ما نجحش؟ هو اولا بنشوف المعلومه اللي نزلت دي مدى الاستفاده منها، وبعد كل سيشن بنعمل فورم كتقييم لاراء الناس في السيشن ومدى الاستفاده منه، مدى الاستفاده من المحاضره، عشان بعد كده نرجع للتقييم ده نشوف ايه نقاط الضعف اللي موجوده عندنا، في حاجه مش واضحه سواء في المحتوى اللي بيتعرض او المحاضر، فنحاول ان احنا نطور من مثلا الكونتاكت او نشوف هم عندهم افكار ثانيه او محتاجين كورسات ثانيه، فنبدا ان احنا نبدا نشوف محاضر معين يلقي المحاضره دي او السيشن
السيشن ده. طب ادوني امثله على المعلومات او عن يعني كلها مواضيع علميه مش كده؟ مظبوط. اديني بقى يعني ايه المواضيع اللي انتوا ناقشتوها من خلال المبادره؟ طيب احنا اولا اسم المبادره بتاعتنا نادي العلوم. نادي العلوم يعني شامل جميع العلوم مش مقتصر على علم محدد. يعني مثلا في ناس بدات تتكلم من اول ما طلعت ان انت في كليه هندسه يبقى الموضوع بتاعك انت شغال على مجال الهندسي. لا احنا شغالين في جميع المجالات. يعني مثلا حضرتك في ناس كتير جدا عقولها ما شاء الله كويسه جدا فاحنا بنستثمر العقول ديت. طيب في ناس ما حالفهاش الحظ انها تدخل المجال اللي هم حابين يشتغلوا فيه فده دورنا احنا ان انت بتيجي معانا واحنا بنعلمك المجال اللي انت حابب او ليك غايه تتعلمه وعندك الانوفيت او الكرييتيف ان انت تشتغل فيه. يعني مثلا في ناس ما حالفهاش الحظ انها تدخل في مجال الميديكال فيلد فاحنا هنعلمك معانا دكاتره مثلا متوفرين هنعلمك المجال ده وازاي تبحث عنه في البيبر وايه المواقع اللي انت تشتغل عليها زي جوجل سكولر زي بنك المعرفه المصري. خلافه من المواقع ديت ان انت ازاي تدخل تبحث على بيبر ازاي تكتب زيها. طيب احنا اول حاجه في المبادره بتاعتنا للاعضاء بتوعنا الاساس الاهداف بتاعتنا اعلمك ازاي بحث علمي عشان في شباب كتير ما شاء الله دماغها كويسه بس مش عارفين السبيل فين او تستثمرها فين. فاحنا بنستثمر عقول الشباب ده في العلم. العلم ده هو الاساس في العالم هو الاساس التكنولوجي اللي احنا وصلنا فيه حاليا هو البحث العلمي. انا عايزه كل واحد يعرفني من وجهه نظره ايه اهميه البحث العلمي. أهمية البحث العلمي زي ما انا قلت في اول الحلقه ان احنا عندنا اي مشكله بتواجهنا بنحتاجين حلها. فانا عندي درايه بعلم معين او بمشكله دي اهدافها بالطرق بتاعتها كلها فانا هعرف احل المشكله دي في اي مجال عامه. عايز تضيف حاجه؟ بالظبط. مجال البحث العلمي مجال واسع الافق وفي ناس كتير بتتكلم ده مش هياكلني عيش. بالعكس المجال ده ان انا قبل ما ابدا فيه ان انا دخلت في المجال ده من الصفر بدون حد ما يساعدني بس لقيت المجال واسع واداني كتير جدا والحمد لله شاركت في مسابقات ومثلت مصر بره قبل كده فوسع المجال فانا حابب اشارك التجربه. مثلت مصر في ايه؟ في دوله الامارات. تمام. فالمجال ده اداني فانا حابب ان انا اعيد التجربه بتاعتي للشباب الطلبه الجامعيين. يعني في مسابقات مخصصه لطلبه المدارس مصر ما شاء الله بتوفر حاجات دي كتير جدا بس ما حدش يعلمها عشان ما حدش مهتم بالمجال ده زي طلبه المدارس مسابقه اسمها الايسف ما شاء الله كان في شباب في ثالثه اعدادي وفي اولى ثانوي لسه شباب صغير ومبتكرين مشاريع ما شاء الله. يعني فده دورنا ان احنا بنستثمر عقول الشباب والبتوع المدارس ونقول لك تعالى احنا في كذا كذا بنأهلك بقى لمرحله الجامعه. اشوف مشاريع التخرج يعني حاليا لما باجي اعمل سيرش او بسال ناس خاصه في الكليه العلميه انا ابدا منين انا محتاج الدكتور بتاعي يساعدني. طب احنا هشتغل معاك من سنه اولى ازاي اصلا تبتكر فكره ازاي تكتب بيبر علشان لما توصل المرحله دي ما يبقاش تفطر عشان خاطر تاخد درجات وخلاص لا انت بتطبق. طب بعد المرحله بعد كده علمتك الساينتفك ريسيرش وعملت البيبر المرحله بعد كده هنحولك على حاجه اسمها ايه رياده اعمال علشان تحول المشروع بتاعك او الورقه البحثيه بتاعتك للستارت اب. تمام. انا بشكركم جدا شرفتوني ونورتوني وبشكركم على وجودكم معايا النهارده. زي ما دايما بقول مصر مليانه شباب زي الورد وزي الفل. كانوا معانا نماذج مشرقه مشرفه من الشباب المصري. بكره ان شاء الله حلقه جديده وبرنامج شباب على الهواء.